انت شكلك تعبان قوي، مالك؟ فعلا القولون تعبني جدا، خصوصا بعد ما فطرت. انت اكلت حاجة معينة بعد الفطار النهاردة؟ انا سمعت ان البطيخ بيقاوم العطش، فاكلت منه كتير امبارح. فعلا البطيخ بيقاوم العطش، لكن انت بتعاني من القولون العصبي والبطيخ بيزيد من اعراضه. ممكن تاكله لكن شريحة صغيرة، وبدل منه ممكن تاكل الكنتالوب او البرتقال. وكمان لازم تقلل من الشاي والقهوة وتبعد عن الوجبات الدسمة. كل يوم معلومة طبية صحتك تهمنا.